يا مرحبا بالناس الجدد، شكرا على اشتراككم على قناة كريبتو لارت. كالعادة شرح جديد، اليوم معنا موقع جديد لربح عملة تار اكس. راح نشوف طريقة التسجيل، طريقة الايداع والسحب، كما راح يعطينا بونص. كذلك في نقطة مهمة، راح اعطي ل10 اشخاص 5 تار اكس لكي تودعون كجيف واي في هذا الموقع وتبتدوا الاستثمار فيه. فيلا بينا على الشرح. كالعادة طريقة التسجيل سهلة جدا، موبايل لوجين باسورد سيكوريتي باسورد، مهم تكون محافظ الاثنين مع بعض. انفايت كود، راح اخلي لكم الكود الخاص فيني حق الانفايت، ولا راح تفتحون الموقع وتحصلون بهذا الشكل. وهنا الكاباتشا تحلها وساين اب اوكي. فراح ادخل انا لانه انا مسوية حساب، ونشوف كم راح يعطينا لوجين بهذا الشكل. راح تجيك last announcement عن الموقع، وكل هذا راح نشرحه بعد شوية. راح نسوي close اوكي. close راح يعطيك 1088 تار اكس كهدية التسجيل، ما يعادل 66 دولار. فالحين اول شي بنروح على كلمة invest اوكي، بنشوف الخطة الاستثمارية الخاصة بهم. راح نضغط عليهم، هنا product list، وهنا recharge، وهنا product list اوكي. product list راح نشوف الخطة الاستثمارية الاولى لمدة 7 أيام. هذه الخطة راح تعطيك 1.8 على كل أظن. راح ندخل عليها ونشوف إيش هي. أوكي، على كل إيداع 500 تار إكس إلى 1000 7 أيام راح تعطيك 1.8 مرة واحدة، يعني راح ترجع لك 563 في هذه الخطة. تمام. الخطة الثانية راح تكون لمدة 30 يوم. أوكي، هنا المينيموم هو 1001 قطعة من عملة تار اكس اوكي. الماكسيموم هو 29 ألف، راح ترجع لك ب 1600 لمدة 30 يوم اوكي. نرجع للخطة الثالثة لمدة 45 يوم، كذلك اقل شيء هو 10 آلاف، راح ترجع لك 23 ألف و500 بعد لما تخلص 45. كل هذا ما يهمنا. كذلك في خطة هنا، خطة 60 يوم، راح من أقل مبلغ للإيداع 30 ألف تار إكس راح يرجع لك ب100 ألف. المهم 100 ألف خلينا من هالخطة. راح نشوف على الخطة الأولى حق 7 أيام. في الخطط عديدة، لين 180 يوم راح ترجع لك، إذا أودعت 100 ألف وما فوق راح ترجع لك ب1,300,000 وهكذا. تمام، ولكن لما تخلص الخطة يعني المدة الاستثمارية. فالحين بنروح على شرحنا على الانفايت، بنروح على هنا ديبوزيت. عندك الباسيك اكاونت وعندك البروموشن اكاونت. البروموشن اكاونت هو اللي شرحته قبل شوية، الانفستمنت الخطط. والباسيك اكاونت اذا اودعت راح تسحب مقدور يومي، ما ادري كم بالضبط. راح نشوف الحين ترانسفر تو باسيك اكاونت، نشوف كم بامكاننا نسحب يوميا من هذا الموقع. فطبعا مينيموم الايداع هو 5 تار اكس، يعني الخمسة تار اكس اللي راح ابعت لكم اياه لعشر اشخاص الاوائل راح تسجلوا هنا. تعالوا على قناة التليجرام الجروب الخاص فيني، سوي سكرين شوت انك تسجلت من حسابي بكل احالتي، وراح ابعت لك 5 تار اكس اللي راح تودعها تبتدي بالاستثمار. تمام، ارجع هنا راح اروح على كلمة ديبوزيت، فبختار ترانسفر تو باسيك اكاونت اوكي، وبختار كوبي ادريس، واروح على ترون خاص فيني. راح اودع انا 100 تار اكس، فكر على كوبي ادريس، نروح على ترون، راح ابعت 100 تار اكس الى هذا الموقع، فبختار سند اوكي. هنا احط ريسيف اكاونت الخاص بي، اتاكد انه اوكي صح. نيكست احط 100، بس انتبهوا هنا راح يقول لك لازم يكون عندك تار اكس عشان دفع الفيز، يعني اقل شيء راح انت لما تيجي تودع 5 تار اكس او كم راح تبعت 6 تار اكس اوكي. ساين عشان ينخصم معك تار اكس، 1 تار اكس تعطيه ساين وخلاص، ننتظر لين يوصل هنا. انا اعطيه دان خلاص. نجي هنا الموقع، نضغط على ريشارج كومبليت عشان يتحدث معانا، ونسوي ريفرش. هذه هي، تنتظر من دقيقة إلى دقيقتين راح توصل 1180 صارت معانا. الحين راح نروح على كلمة withdraw ونشوف إذا السحب كم راح يعطينا يوميا. السحب إذا أودعت 100 تار إكس، إمتى راح يكون
انا صاحبي يوميا 3 تاركس، اوكي؟ انت اذا وضعت 5 تاركس راح يكون اقل، فراح اسوي انا 3 تاركس اللي راح اسحبها واحط هنا الادرس الخاصه فيني، اروح على كلمه ريسيف، خلاص كوبي ادرس بهذا الشكل، نجي هنا نحط الباسورد ونعطيه كونفيرم withdraw successfully. بنروح على ترون ونشوف اذا وصلتنا ولا لا. نرجع هنا، 3 دخلت لي الحساب، يوميا تجي تسحب 3 اذا وضعت 100. نرجع الحين على الشرح للموقع، نروح على الماين، راح تحصل هنا التيم، هنا التيم حق الاحالات، اذا عندك احالات راح تجيب احالات من الناس، يعني ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 بيعطونا الاحالات شيء حلو، يعني 20% كمجموع. هنا بروفيت ليست كم صار في الإيداعات، هنا البونس اللي أخذنا، 100 اللي أبدعت، 3 اللي سحبت. هنا كذلك ترانسفر تو باسيك، مو إذا أنت أبدعت هنا وتريد تبعتها إلى بروموشن أكاونت أو العكس، أوكي؟ فهنا الشير رابط إحالتك، كوبي لينك تاخذه بهذا الشكل، تسوي شير للإحالة الخاصة فيك. اوكي، وهنا النوتيفيكيشن، هنا لاست انونسمنت، اذا ضغطنا هنا راح يبين معك على الموقع كم هو عندهم 30,000 تاركس ماين ماشين، عندهم 30,000 ماشين للتعدين عملة تاركس. هنا اوفيسيال كاستمر تيليجرام كوميونيتي، هنا اوكي كذلك كوميونيتي تيليجرام خاص بهم، هنا كاستمر سيرفيس هذا هو، هنا الويب سايت، وكذلك هنا الخطط الاستثمارية مع الإحالات وهكذا. هنا الليفل 1 كم راح ياخد، يعني 10%، والليفل 2 راح ياخد تقريبا 5%، والليفل 3 راح ياخد 2% وهكذا. هنا خلاص، هنا الخطط الاستثمارية مثل ما شرحت. إذا رحنا على الأنونسمنت مرة تانية، النوتيفيكيشن، نشوف هذا الأنونسمنت. طبعا هنا الخطط الاستثمارية مثل ما خبرتكم، من نمبر 2020 إذا بدأت 200 تار إكس، أوكي، ريتش هنا جيت 5% توتال انفستمنت وهكذا. راح اخليكم جميع الروابط تحت اسفل الفيديو. طبعا تعالوا على قناتي كريبتو الارت على تليجرام، راح اوزع ل10 اشخاص الاوائل مثل ما خبرتكم، عشان تقدرون تبدعون وتبتدون معي في هذا المشروع الجديد ان شاء الله. واشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة، مع السلامة.